الشباب الموجود، مفترض ان احنا نوعي اولادنا وشبابنا بالتاريخ اللي قاله سيادة اللواء دلوقتي، عشان ما يسيبش نفسه ان حد يستغل فكره ويغيبه عن تاريخ مصري وحضارته. وبالتالي بتتكلم على الفيسبوك للاسف الشديد اللي هو بيستخدم في مصر استخدام سيء، وبيستغلوا عقول اولادنا وشبابنا اللي هي المخططات اللي بتنفذ من خلال الجيش الالكتروني الاسرائيلي. هل ده بالفعل قائم في الدول الاوروبيه؟ خلينا كدول العرب معروف في المستهدف بتاعها والمخطط اللي زي ما سيادة اللواء حكاها شويه، خلينا بقى الدول الاوروبيه، هل بالفعل اولادهم وشبابهم بيستغلوا الفيسبوك والموبايلات زي ما احنا بنستخدمه كده؟ اولا هو بص، الدول الاوروبيه غير امريكا، يعني ده مجتمع وده مجتمع. بس اللي سافر، وانا مش هقول انا بقى اي حد يسافر دوله اوروبيه، يشوف الفتره مثلا، عشان بس اقول لك احنا هم بيصدروا لنا ثقافه واحنا شبابنا بيقلد تقليد اعمى. بيصدروا لنا ثقافه، اللي سافر وراح حضر من 1 يناير او من 27/12 لغايه فتره لغايه شهر 2/3، البلد بتقفل الساعه 6 والسهر، ويروح يشربوا ويسهروا عشان احتفالات براس السنه والكريسماس والكلام دوت. مفيش سهر في حته، بيصرفوا في بيوتهم عشان ممنوع ان انت تسوق وانت سكران. انما احنا هنا بيصدروا لنا حاجات ولازم تقلد، ودي الموضه، ودي ده التقدم اللي انت بتقلد. اوروبا ما فيهاش الكلام ده خالص، لدرجه ان في فيديو معاكم في المانيا، الولاد الصغيرين عاملين مظاهرات عشان طالبين الاب والام يخفوا عشان التليفون المحمول، الفيسبوك والتويتر والواتساب. مفيش رعايه ليهم، اطفال في المدارس عاملين مظاهرات، خارجين بيقولوا بيطالبوا ان اولياء الامور الابات والام مش مهتمين بينا في المانيا. انما احنا هنا اهوت فاكرين ده تقدم، ده حضاره، ده هو ده كده. لا، انتوا بيجي لكم معلومات فاكرين ده تقدم. وانا بقول لكم في فرق بين المجتمع العربي. المخرج بيقول لي نطلع نشوف الفيديو عشان طبعا شرح كافي اللي زي حضرتك بتقول يا باشمهندس حسيني. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. Ich wünsche mir, dass nach der Demo viele Leute darauf achten, dass sie nicht mehr so viel aufs Handy gucken. زي ما حضرتك شفتوا معانا مظاهره اطفال زي ما حضرتك شفتوها بيعترضوا على اباطهم طول الوقت ماسكينهم موبايلات ومش مهتمين برعايتهم. شفت الثقافه وصلت ليه؟ ثقافه اطفال ان هو بيعترض او متضرر بان الرعايه اهمل فيها شويه نتيجه ان استخدام ابهاتهم الموبايلات اثناء بقى رعايتهم، اثناء مثلا بياكلوهم، ازاي بيوصلهم للمدارس. في الاول وفي الاخر خلينا ناخد تفصيلي مع المهندس حسيني، ارجو تشرح لنا هذا التقرير، لان طبعا هل ده موجود فعلا في المانيا؟ ما هو قدامك اهو. يعني ده مش بيقولوا مثلا في الحديقه الدوليه، ما انا بحسب عشان الناس تقلقش ان ده في المانيا وجاي صورتوه فين ده. بص حضرتك، ما هو حلاوه حضرتك بقى لما يكون معاك تكنولوجيا، ربنا اداك تكنولوجيا استخدمها اللي انت تفيد بيها نفسك، مش تاخدها وتعمل. انا هقول لك حاجه، بس انا جيت اول ما جبت السمارت فون ده انا كنت متعود ان انا اول ما اصلي اقرا القران جزء معين.
جيت تليفون ومعاه الفيسبوك بقيت ابص عليك بس انت عملت ايه، فضيع مني ان انا كنت اقرا القران الصبح قبل ما انزل، ففوقت لنفسي فلازم ارجع تاني ان انا زي ما كنت. واخد بال حضرتك؟ لا، اذا انت معمول لك حاجات تسحب منك وقتك، بتضيع وقتك. هقول لك حضرتك حاجه، الصين عندهم الكلام ده، شعب ناجح جدا ما عندهمش بيضيعوا وقتهم في الكلام ده خالص، الصين ولا كوريا. انما احنا مصدرين الحضاره او التكنولوجيا دي عشان انا اجيبك لورا وابتدي اسرع عليك زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هوت التحكم من على بعد، اتحكم عليك من على بعد. انا بضيع وقتك وبتحكم فيك وبديك معلومات مغلوطه، اشاعات معينه، احسسك ان هي دي الصح، هي دي تقضي الحضاره وده التقدم. فبالتالي انا قاعد وبفكر، غير بقى انت اوريدي بقى بتكتب على بتقول حاجات وبتنشر اشاعات وتاخد مع ولا، وانت ممكن يكون طلع لك معلومه وانت تصدقها وتشيرها كمان، دي ما دي الكارثه. ودي يعني ده كل الدوله دلوقتي بتعالجها. انت شخصيا انت دي تاني مره انت بتتكلم عن الموضوع ده، وانت عم تتكلم عليها بقالك فتره. يعني انت كل الدوله دلوقتي والقياده السياسيه شغاله عليها ان انت لازم توعي ولادنا وتشوف. وغير كده هوت يا اخوانا يا مصريين، الولاد الصغيرين هم اللي بيطلبوا من ولاد اولياء امورهم ان هم يخفوا الفيسبوك والواتساب. احنا بقى الشباب والمصريين مفروض يعني مش هنقول نقلد العيال الصغيرين في المانيا، لا يعني ناعي ان احنا فعلا في وقت بيضيع مننا، في ثقافه الهويه المصريه الهويه القوميه المصريه بتتمحي خالص بسبب ان انا بكتسب عادات وتقاليد مش بتاعتي خالص. وبعدين انت يعني في ناس سافرت تفهم تعرف تميز، في ناس متعلمه وثقافتها عاليه تعرف تميز بين العادات والتقاليد اللي موجوده بره واللي بيصدرها. يعني هو الافلام الاجنبي هي دي الحقيقه؟ لا طبعا، مش كل الافلام الاجنبيه هي الحقيقه. الافلام الاجنبيه مختلفه، وفرق بين كمان الثقافه الغربيه الاوروبيه والثقافه الامريكيه. يعني زي ما بقول لحضرتك، اللي حضر في السويد والنمسا وراس السنه هيلاقي ما فيش حاجه اسمها سهر وتسهر ولازم تسهر، ده انت ما سهرتش مش هتبقى بني ادم. وازاي؟ لا، السهر كله في بيتك عشان انت ما ينفعش تسوق انت سكران او انت شارب او فبالتالي ما فيش الكلام ده، والبلد قافله من الساعه 6. فالدول مش متقدمين، ده متقدمين ومتحضرين وناس عارفه بتعمل ايه. فبيجيش الاهل بقى يصدروا لنا العكس عن طريق البرامج والافلام والمقاطع اللي بتجينا مغلوطه، ونبتدي احنا ناخد الثقافه دي والمعلومات دي ونفتكر ان ده هو التحضر. كم واحد فينا بيفهم يعرف يميز؟ مش كتير. يعني احنا بنتكلم على دوله اوروبيه زي دوله المانيا، لما نقول الاطفال تطلع بتعترض على الموقف اللي بيتم في بيته او في بيت او والده او والدته ان هو بيستخدم الموبايل خطا او مش بيديله الرعايه الكافيه. هنا بتكلم في نقطه مهمه قوي عشان بس يعني ايه نوضحها للمشاهدين، وبالذات اخص القياده التنفيذيه، ان انا عندي الطفل لما طلع اعترض على ان والده او والدته مش مهتم بيه برعايه في البيت بسبب استخدام الموبايل بشكل مستمر، فاذا ما فيش وقت ان هو يهتم برعايته. فبالتالي هنا الثقافه الموجوده عند الطفل اثناء دراسته، لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، ده اثناء دراسته في ايوه اثناء دراسته كده التربيه والتعليم المدرسه اللي هو وعيته وفهمته ان استخدام الشيء دوت زياده عن اللزوم بيستهلك الوقت. بالظبط كده، المدرسه كملت معاه البنيه دي في مخه فعقله فابتدى يفهم. ما عشان كده بدون البيت المدرسه انا بتكلم ست اللي هو ان انا الطفل عشان يطلع بيعترض ان 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 والده او والدته مش بيديله الرعايه الكافيه بسبب كذا. طب هو جاب الثقافه منين؟ من المدرسه. استوعب الكلام ده منين؟ بس انا بصراحه ربنا مستغرب، يعني انا شايف حاله انبهار. وهل هي دي الحضاره؟ لا، هي مش حضاره على فكره. والمجتمعات دي على فكره انا يعني احتكيت، انا احتكيت عمال اوزنها مش عارف، يعني احتكيت بالمجتمعات الغربيه وقعدت فترات طويله في امريكا وفي اوروبا وشفتها. يعني لا، المجتمعات دي الى ضياع. يعني ولادهم بقى يطلعوا بمظاهرات، هو كبارهم يعملوا مش عارف ايه، يصطنعوا مدرستهم تعلمهم ايه. لا، المجتمعات دي الى نهايه محتومه. علمائهم بتوع الاجتماع بيقولوا كده، مش احنا اللي بنقول. انا عندي ومعروف يعني في كتاب اسمه موت الغرب اللي مطلعه غرب،
غربيين يعني مؤثرة مش غربيين بيقولوا احنا الى زوال المجتمعات دي احنا بننتهي حتى كعدد كبشر مش هيبقى فيه. احنا 38 دولة اوروبية موجودة، 37 دولة منهم في معدل تناقص في القوى البشرية نتيجة الانحلال الخلقي والفكر اللي هو سيطر عليهم بقى، الحرية وحرية ان الواحد ينتحر وحرية القتل الرحيم والاضراب عن الزواج وزواج الشذوذ والحاجات دي محصلتها وصلت الدنيا كده ان المجتمعات دي بتتناقص بشريا، لدرجة ان الاحصائيات بتقول يعني موجود في الكتاب بالتفصيل مش هيلاقوا عدد الجيش، يعني عدد الجيش الروسي يعتمد عليه كدولة لا، ده هيبقى عدد الشباب كله في الفترة ديت وقريب مش كتير، يعني ده الكلام على سنة 50 وسنة 2070 وكده المجتمعات دي هتتلاشى. وعشان كده بيبرروا نفس الناس ديت والعلماء ديت وبما فيهم برنارد لويس ارجع له، هو بيقول لك لو سبنا الامور على كده ده هيبقى مش فاضل غير المجتمعات المسلمة وهي الخطر علينا، يعني ده جزء من تفكير عشان يدمرها. طبعا بيقول لك، ومن الجزء تاني يقول لك موارد العالم ما تستحملش ازمة من 2 مليار، احنا دلوقتي داخلين على 3 مليار فاحنا لازم نضحي باتنين عشان خاطر المليار الباقي يعرف يعيش، ولازم المليار الباقي دوت يكون مننا، فلو سكتنا عن المجتمعات العربية والإسلامية ديت هي تتحكم في العالم، هي تحتلنا. حضرتك تعرف المتفرجين برنارد لويس ده لوبي يهودي صح ولا نعم؟ لوبي يهودي طبعا، يعني نعرف ان ما يعني انا قلت حاجات كتير وللاسف مش كامله، لكن برنارد لويس ده اللي هو مؤلف 20 كتاب في الاستشراق العربي وبيعتبر ابو الاستشراق العربي في العصر الحديث، وهو حط خطه من خطط التقسيم ومش هو المنفرد، يعني هو في قبليه خطط تقسيم ما حطها برجينيسكي وحطها مركز بيجل للسلام في تل أبيب، في خطط متعددة يعني، بس الخطة بتاعته هي اللي ماشية. ليه؟ لأن هي اعترف بيها كخطة مثالية للتقسيم، والخطة ديت بتعتمد أو هو اعتمد على أي اختلافات في أي دولة عربية عشان يبني عليها خطة التقسيم، إن الدولة دي تقسم دولات، سواء اختلافات عرقية يعني عربي وبربري، عربي وكردي، او اختلافات دينية يعني مسلم ومسيحي، او اختلافات مذهبية يعني سني وشيعي، او اختلافات. على فكرة هو رئيس الشرف للمجتمع الجماعة نقابات العمالية المستقلة على مستوى العالم، هو صاحب فكرتها، ما هو برضو فكرة فتنة مجتمع اثناء الثورة نفذها واثناء الثورة كانوا اساتذة، يعني الدولة تروح تتفاوض مع عمال النقل العام وتقول لهم طب هنديكوا كذا والناس توافق وناس وطنيه ومحترمه اوكي خلاص هننهي الاضراب وبتاع، يطلع بجماعه تانية. لا دول مين دول؟ الجماعه المستقله، النقابه العمال المستقلين العاملين بالنقل العام. يا عمي طب ما خلاص ما في نقابه، هو مش النقابه دي افرزتها انتخابات؟ طب اللي سيد في الانتخابات يروح يعمل نقابه تانية؟ طب صاحب الشغل يتفاوض مع دي ولا قصه فتنه؟ هو بيشتغل على الفتنه وبيبتكر كل حاجة تدعم هذه الفتنة. برنارد لويس ده على فكرة ممكن كان نقول على خطة بتاعته خطة نظرية زيها زي أي خطة اتحطت قبل كده، لكن للأسف هو قعد مع لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي سنة 87 وقعدوا يناقشوه لمدة 10 أيام، وفي الآخر طلعوا بإيه؟ إقرار خطة برنارد لويس لتكون خطة أمريكا أو استراتيجية لتكون استراتيجية أمريكا في الشرق الأوسط في الفترة المقبلة. فبقت خلاص دي أخذت الأبروفل من أمريكا، بقت خطة أمريكا، لدرجة إن اتكرم مرة في البيت الأبيض وموجود التكريم دوت، أنا شفته فيديو يعني، ديك تشيني كان نائب الرئيس الأمريكي وهو بيديله التكريم بيقول له إيه؟ بيقول أنا النهاردة بنكرمك مش بصفتك مدير مركز دراسات استراتيجية ولا بصفتك أحد العلماء
احنا بنكرمك بصفتك وزير دفاع امريكا في الشرق الاوسط. هذا برنارد لويس اللي هو لسه ميت على فكره من قيمه كام شهر، وميت عن 94 سنه. ده ربنا رحمه. في نهايه طبعا حلقتي احب طبعا اشكر، طبعا كان في بعض اسئله مهمه جدا، وهي طبعا كنا عايزين نعرف الست دي، بس ان شاء الله في الحلقات القادمه هنتناقش فيها بشكل اوضح. عندنا اللي الحكومه العالميه الجديده، وعندنا طبعا ادوات الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، فده كله كنا عايزين نستفسر عنه، نعرف ما هو ايه الحكومه العالميه الجديده، ويعني ايه ادوات الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس. ده ان شاء الله في الحلقات القادمه. شرفت الست اللواء عن ان والمهندس الحسيني عن ان احنا نوضح هذه النقطة الهامة لسادة المشاهدين، على اساس ان احنا نبقى مدركين المخططات والمؤامرات على مصر لسبب اسقاط الدولة المصرية. احب طبعا اشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، ان شاء الله يوعدنا سادة اللواء ان احنا نكمل هذا الحديث في حلقات القادمة. اشكر سادة اللواء محمد سليمان المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون خارجية. اشكرك يا فندم. نعم شرفتنا يا فندم. انا اتشرفت بسعادتك. واشكر ايضا المهندس حسين الكارم الباحث في الشؤون السياسية. اشكرك يا فندم. في نهاية الحلقة ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمة هنحاول نوضح، ويكون برضو معنا فيديوهات بتقول ان الغرب ان هو عامل مخططات بمساعده بعض الدول للاسف الشديد العربيه زي تركيا وزي قطر. للاسف دي عايشين في وهم ومتخيلين ان هم هينفذوا هذه المخططات، مش مدركين طبعا ان في قياده سياسيه موجوده عندها درايه وعندها خطط وعندها اليات وكيفيه ازاي افشال هذه المخططات والمؤامرات اللي هي على مصر. ومش مدركين برضو ان عندنا قيادات امنيه وعندنا جيش مصري قوي يقدر يحافظ على مصر وعلى حدود مصر وعلى الدول العربيه. يعني مش مصر بس، لا وعلى الدول العربيه. فان شاء الله احنا عندنا امل كبير جدا ان كل الدول العربيه ان شاء الله يكون في استقرار زي موجود في مصر ان شاء الله في المرحله القادمه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله تنتظرونا الاسبوع القادم يوم الاربعاء والخميس، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.